بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعيش مع كلمة الوعظ والارشاد لفضيلة العالم والعارف بالله مولانا الشيخ عبد الله عزب، امام وخطيب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أسأل ربي في علاه أن تكون هذه الكلمة، صاحب هذه الكلمة في حسناته يا رب العالمين، أن تكون في ميزان حسنات صاحب الكلمة، وأن تكون في ميزان حسنات المتوفى، وأن تكون في ميزان إلى كل من سمعها وعمل بها يا رب العالمين. يتفضل مولانا الشيخ العارف بالله الدكتور عبد الله عزب، إمام وخطيب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ليلقي هذه الكلمة. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي احتجب عن الأبصار فلا عين تراه، ثم تاب على سيدنا آدم واجتباه، وعفى سيدنا أيوب من بلواه، ورد لسيدنا يعقوب سيدنا يوسف وأخاه، وجعل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا فاستنار الكون بضياه. الحمد لله الذي جعل الجنة للمتقين نزلا وشوقهم إليها فلا يبغون عنها حولا، جعل للمؤمنين ودا وأحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم لك الحمد كما خلقتنا من العدم، وأجزلت علينا عطاءك بالكرم، فلك الحمد على نعمة الإيجاد، ولك الحمد على نعمة الإمداد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. إلهي، كل شيء منكم عليكم دليل، وضح الحق واستبان السبيل، من أقام السماء صرحا عظيما يرجع الطرف عنها وهو كليل، أودح الأرض فهي بر وبحر وجبال ممتدة وسهول، كل ما في الوجود يبلى ويفنى، وربنا حي سبحانه لا يزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة، سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار،
وهو اللطيف الخبير، قال: وقوله الحق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أخرج الإمام النسائي وغيره بسند صحيح أن سيدنا ومولانا رسول الله صلوا عليه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله فتق الله السماء بينه وبينه ونظر إليه، ومن نظر الله إليه قضى له سؤله، فقولوا جميعا لا إله إلا الله. إذا قال العبد لا إله إلا الله فتق الله السماء بينه وبينه ونظر إليه، ومن نظر الله إليه قضى له سؤله. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي. توسل بالنبي فكل أمر يفرج إن توسل بالنبي. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سيد الوجود محمد، الحبيب المحبوب محمد، منارة الهداية وسبيل الولاية، الذي سبح الحصى في كفيه، والذي تفجر الماء من بين يديه، والذي أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على سيدنا محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب، بها نور مستمد من سيدنا محمد. وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على سيدنا محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشان يسمعها سيدنا محمد، ولاح النور تبصره مضيئا، وفاح الطيب مسكا من سيدنا محمد، وتلك مزية حصلت لقوم يصلوا باشتياق على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا وحبيبنا وطب قلوبنا وروح أرواحنا ونور أبصارنا والبصائر، سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بنور وجه حضرته الكريم، وعلى آله وصحبه صلاة تفرج بها كل كرب وتستر بها كل عيب وتنجي بها كل مكروب وترحم بها كل موحد وتنجنا بها من الآفات والأسقام وترحمنا بها من هول يوم الفزع الأكبر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما بعد، أيها السادة الأكارم، أحباب سيدنا ومولانا رسول الله، لا أطيل على حضراتكم، فالمقام لا يتسع لأكثر من دقائق معدودة حتى نسمع أشياخنا وأهل القرآن. سأل الله أن ينفعنا ببركاتهم وأمدادهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح،
نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، ستموت يوما ولو عمرت ما عمر نوح. تاني، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي عالم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، ستموت يوما ولو عمرت ما عمر نوح. قالوا له يا أطول الأنبياء عمرا، صف لنا الدنيا. قال كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وهذه حالها، وحالها لا يخفى على شريف علم حضراتكم. فالدنيا أنفاس معدودة في أماكن محدودة، وكل ذلك معلوم. وتعالوا بنا إلى رياض القرآن، واليوم نقف مع بعض الآيات المباركات من سورة الأنعام. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في فواتحها حين تحدث عن طرف من مناظرة بين المجرمين سلمكم الله، ووقوفهم وامتثالهم على العرض بين يدي الله، وبين أولئك الذين استكبروا وغووا واتبعوا كل شيطان مريد. والمناظرة بتمامها في فواتح سورة الأنعام ينقلها ربنا وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول بعد أن تحدث ربنا في القرآن الكريم عن طرف من حال المكذبين حين يستمعون إلى كتاب الله، قال يخاطب سيدنا ومولانا رسول الله صلوا عليه، قال يا محمد ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك. وانظر إلى معنى القرآن حين يصور المشهد لسيدنا ومولانا رسول الله صلوات الله على حضرته وسلم. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم تنقل الآيات أحوالهم من دار الفناء إلى دار البقاء. واسمع إلى كلام ربنا بعد أن توحد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. انت سامع الكلام؟ شايف الحوار عامل ازاي؟ الحوار رايح جاي. ولو ترى اذ وقفوا على النار، وقفوا قدام النار كده، فقالوا يا ليتنا نرد. طب لو رجعنا هيبقى حالنا كويس؟ وهنتلم ونحترم نفسنا ونرجع لافضل مما كنا عليه في دار الفناء؟ ربنا ينقل لنا التصور هذه الصورة في كتاب الله. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر إلى تقرير الله سبحانه حين يحدث عنهم
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، أي لو عادوا إلى الحياة الدنيا تارة ثانية لعادوا لما نهوا عنه، هيرجعوا زي ما كان بل أسوأ مما كان. مش ربنا قال لنا كده في خواتيم سورة المؤمنون المباركة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو إيه ده، هو بيقول كده. ولو عاد إلى دار الدنيا مرة ثانية لا يدرك ما فاته منها، وإنما عاد ليكذب بآيات الله تارة ثانية. بل حضرتك، أخرج الإمام مسلم في صحيحه، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا ومولانا رسول الله صلوا عليه خرج إلى البقيع يوما، خرج إلى البقيع يوما ومعه جمع من الصحابة رضوان الله عليه، فوقف أمام قبور المشركين الذين قتلوا يوم بدر وأخذ ينادي عليهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا أبا لهب، يا أبا الحكم، يا أبا فلان، يا فلان ابن فلان. فتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أتنادي عليهم بأسمائهم أو يسمعونك؟ قال: والذي نفس محمد بيده لهم أسمعوا إلي منكم، أو لهم أسمعوا إلى ندائي منكم، أو لهم أسمعوا إلى حديثي منكم، ولو شاء الله لأنطقهم فأخبروكم بما رأوا. يا فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ انت لقيت اللي ربنا قالك عليه واللي انا اخبرتكم به في القرآن، بان الله سبحانه وعد ووعده حق لا يتخلف ابدا، هل رأيت ما وعد ربك حقا؟ فتعجب الصحابة وقالوا: او يردون عليك يا رسول الله؟ قال: لو شاء الله لأسمعكم حديثهم، ولو أعادهم إلى الدنيا لفعلوا مثل ما كانوا يفعلون. وهذا منطق القول ومربط الجواد في قول رب العباد: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والدليل على ذلك: ألم يخبرنا رب العباد سبحانه في القرآن بأنهم قالوا ومحكي القول لهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين؟ مش هم اللي قالوا كده في الدنيا؟ طب ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، انتوا قلتوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. والبعث حين يعرفه علماء العقيدة بأنه إحياء الله للموات، إحياء الله للموات من قبورهم وعرضهم للسؤال بين يدي الله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ انتوا خلاص وقفتوا وبقى يوم القيامة الذي هذا ما كنتم به تكذبون. قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. نسأل الله السلامة والعافية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وده شاهد تاني بقى معانا في الآيات اللي معانا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فين العقول؟ أين هذه العقول المغيبة التي سارت في الدنيا وأمنت الخوف من الجليل سبحانه وتعالى؟ وقد أخبرنا ربنا في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده أن ربنا يبارك فيك سيدنا، أن رب العالمين سبحانه أخبر في الحديث القدسي الذي يرويه لنا سيدنا ومولانا رسول الله
فيما يرويه عن رب العزة سبحانه: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته فين؟ في الآخرة. وإن هو أمنني في الدنيا أخفته فين؟ أخفته في الآخرة. ولذلك قال: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهذه آيات تنقلنا للحديث عن بعض أهوال ومشاهد يوم القيامة. اليوم عظيم، وهو يوم شديد حره، تدنو فيه الشمس من الرؤوس، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. هنالك قال سيد الأبرار: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله أن ينجينا من النار ومن حرها ومن عذابها ومن كل ما يقرب منها. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبحبه لسيدنا المصطفى وآل بيته الكرام أن يمتن علينا بالخير عاجلا وآجلا، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم فقيدنا، وأن يلحقنا به في الصالحين، وأن يسقيه من كف سيدنا رسول الله شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يمن عليه وعلينا بالجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب برحمته، إنه رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي المسلمين جميعا من كل مرض وداء، وأن يهبنا منه وحده الشفاء، وأن يفتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، جازهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم يا ربنا مع خير الأنبياء. اكتب لنا جميعا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام، اللهم أقرئ حبيبك منا الصلاة والسلام. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآل البيت الكرام، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا المشيرة أم هاشم رئيسة الديوان سيدتنا زينب، وعن سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين، وعن سائر العترة المباركة وآل البيت الكرام. أمدنا الله بأمدادهم ونفعنا ببركاتهم، وشكر الله عزاءكم، شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرا فضيلة مولانا العارف بالله الشيخ الدكتور عبد الله عزب، إمام وخطيب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا